طيب في كتابك هذا، ما الكتب التي اعتمدت عليها في هذا الكتاب؟ طبعا في الدرجة الأولى أنا أخاطب جمهور المسلمين، لهذا لا أستطيع أن أعتمد على كتب الإمامية، لأني وأنا سني لا أثق بهذه الكتب ولا أعتمد عليها. صحيح. لهذا كان اعتمادي في الدرجة الأولى على كتب الحديث، كتب السنن، وفي الدرجة الأولى ما رواه البخاري، ما رواه مسلم، النسائي، ما رواه النسائي، يعني أقصد الصحاح الستة أو كتب السنن الستة، ثم نعم. كتب أخرى كمسند أحمد، سنن الدارمي، مستدرك الحاكم، وكتب التاريخ المعروفة، وكتب السير، وكتب التراجم. فهي كتب في مجموعها كتب جمهور المسلمين. طيب، طيب هناك من أمور خاصة حدثت لك أثناء تأليف هذا الكتاب؟ نعم، أتذكر أنني كنت أحقق بعض المسائل. أتذكر حادثة وقصة مالك بن نويرة، ذلك الصحابي الذي قتل ظلما. فحين أخذت كتاب الإصابة ولا أعرف من أين سأبدأ، فمالك بن نويرة يبدأ بحرف الميم، فهل سيكون في الجزء الثاني أو الثالث؟ فأخذت أحد الأجزاء لا على التعيين، وفتحت الكتاب أيضا، فوجدت مالك بن نويرة في تلك الصفحة جاءت لوحدها بفضل من الله عز وجل. هذا الأمر كان يتكرر معي في كتب أخرى، وأحيانا أجد موضوعا أهم من الموضوع الذي أبحث فيه، وتكررت هذه المسألة إنه عدة توفيق مرات، إلى طريق. وتبين لي، تيقنت أنه توفيق من الله عز وجل لكي أمضي بهذا الطريق. نعم. طيب، ما هي الأسئلة التي توجهها لجمهور المسلمين حتى تدفعهم للبحث للتنقيب؟ الأسئلة كثيرة جدا. هناك في القرآن الكريم، في السنة النبوية، النصوص، فقط نحتاج أن لا نقف عند التفسير الموجود، لنتساءل أكثر وأكثر. حين يقول الله عز وجل إنما أنت منذر للنبي ولكل قوم هاد، كل قوم لهم هادي ونحن قوم، فمن هو الهادي؟ لاحظ، علينا أن نجد جوابا. أنا أقول صحيح. للمشاهدين الجواب موجود في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ولكن أدعوهم للبحث في هذه المسألة وغيرها من المسائل. هذه مسألة مثلا الهادي، حديث الثقلين. يتساءل الإنسان لماذا لا نعمل بحديث الثقلين؟ لماذا لا نأخذ بفقه وعقائد أهل البيت عليهم السلام كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حديث مثلا في مسند أحمد، من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية، جاهلية، نعم. ويعضده قول الله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم
فمن هو الإمام؟ من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. من هو إمامنا في هذا الوقت؟ على المسلم أن يتساءل ويجد إماما. أسئلة عديدة وكثيرة جدا لن تجد لها جوابا إلا في مدرسة أهل البيت. من هذا الحديث الذي يذكر أن الأئمة 12. أحسنت، هذه مسألة أخرى وهناك هل خيرة. هل هو صحيح عندهم هذا الحديث؟ هذا صحيح، وهناك خيرة في تفسير هذا الحديث. هناك هم النص ينص على أنهم 12 لم يجدوا له مخرج فيه. هناك اختلاف كبير بين شراح هذا الحديث، بعضهم أدرج يزيد من ضمن هؤلاء، لاحظ. فهناك أسئلة عديدة وكثيرة جدا. ما الذي شيعك؟ هل هي كتب الشيعة أم أنك لم تفتح أي كتاب للشيعة وتشيعت من كتب السنة وكيف ذلك؟ في بدايات بحثي لابد أن أقرأ في كتب جمهور المسلمين، فبحثي كان في كتب السنن، في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، سنن النسائي، مستدرك الحاكم، مسند أحمد، وهذه الكتب، تاريخ الطبري مثلا وغيرها من الكتب. فهذه الكتب هي التي شيعتني لوجود الحقائق في هذه الكتب. هذه الكتب موجود فيها، نعم، موجود حديث الثقلين، موجود حديث الغدير، ولكن علي أن أتجرد وأفهم هذه النصوص كما هي. أضرب مثالا للمشاهد الكريم، حين أجد حديثا صحيح، صحيحه الألباني وغيره، يقول صلى الله عليه وسلم: أنت مني وأنا منك، وأنت ولي كل مؤمن من بعدي أو بعدي. هاي كلمة ولي كل مؤمن من بعدي كيف أفسرها؟ إذا أفسرها بالمحبة والنصرة، أنت محب وناصر كل مؤمن من بعدي، ألم يكن علي في حياة النبي محب وناصر؟ صح. لاحظ، ولماذا من بعدي ولي كل مؤمن الولي؟ صحيح. هل كان غير مناصر في حياته فمن بعدها أصبح علي أن مناصر؟ أضع الأمور في مكانها الصحيح. وهكذا كثير من التأويلات ترد على هذا الحديث وغيره، ولكنها لا تستقيم عند التحقيق والبحث السليم. والكتب هذه هي التي شيعتني، صحيح مسلم، سنن الترمذي، مستدرك الحاكم، تاريخ الطبري، وكل هذه الكتب هي التي دعتني إلى التشيع، لوجود النصوص التي تدعو إلى التشيع، والنبي صلى الله عليه وآله هو الداعي الأول إلى التشيع. الدعوة إلى التشيع دعوة إلى موالاة أهل البيت، إلى اتباعهم، إلى حبهم، وهو يدعو إلى هذا في حديث الثقلين وغيره. يعني أنت تنصح الجمهور المسلمين فقط أن يحركوا عقولهم ولو قليلا، وأن يتجردوا من التعصب ومن الخلفية المذهبية حين يقرأوا هذه النصوص. كما ذكرت بأن إذا قرأت مثلا لشخص هو رافضي لا تقول هذا الحديث متروك، لأن من ذكره مثلا هو من تشيع أو من محبين أهل البيت. نعم، علي أن أنظر إلى مسألة الوثاقة في الدرجة الأولى، وبالعكس هذا علي أن أخذ بروايته لأنه